عقد مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب جلسته اليوم، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والخاص بالمساءلة التأديبية لموظفي الحكومة. وقرر المجلس الموافق على المرسوم بقانون وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. هذا وقد وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الوساطة لتسوية المنازعات وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، فيما وافق على إصدار القانون البحري والمتضمن لتطوير الأحكام والقواعد وتحديد شروط السلامة وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. بكل مهنية وبكل خطة احترافية استطعنا أن نتعامل مع النقص في عدد من المدارس التي تم إخلاءها لإعادة تأهيلها، ولله الحمد الآن في الإجراءات الإنشاء بينت حق أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكريم أن هناك خطة إنشائية لوزارة التربية والتعليم تبدأ من عام 2020 إلى 2030 من خلال المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وأيضا دعم مجلس الوزراء الموقر. تهدف هذه الخطة إلى توفير مدارس جديدة، رفع الطاقة الاستيعابية في عدد من المدارس، وكذلك إنشاء أيضا من خلال مباني أكاديمية أو مدارس جديدة وإعادة تأهيل. إذا حبيت أتطرق إلى موضوع المرسوم بخصوص المنازعات، طبعا هذه إنشاء الهيئة هذه بخصوص المنازعات راح يسفر عنها شيء طيب جدا، بخصوص أنها هي راح تختصر المسافة قبل أن تروح المنازعات إلى المحاكم، والكل يعرف أن المحاكم مكتظة بالقضايا كثيرة. تكون هناك لجنة مثلا للمنازعات تفضل المشاكل المدنية التجارية الشرعية القانونية، بحيث أنه يؤتى كل ذي حق حقه. فهذه مشروع رائد حقيقة في البحرين، وهو يعني ينطبق مع توجهات البحرين 2030. اليوم تعاني بعض المدارس من نقص المعلمين، انتداب معلمين من وزارة التربية للمدارس الخاصة في ظل هذا الضغط أعتقد يؤثر على العملية التعليمية، لذلك تحركنا في هذا الجانب. وأيضا الطلبة الغير مقبولين من أشهر 10 و11 و12 كإجراءات اتخذتها الوزارة بسبب نقص المعلمين وأيضا إغلاق بعض المدارس، يدخل في هذا الجانب أن احنا من الضروري أن نعمل على تصحيح هذا الوضع وإعادة الطلبة من أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لأن يقبلوا في المدارس. سؤالي إلى وزير البلديات والأشغال حول بعض الأراضي الزراعية الخصبة، تطرقنا إلى الأماكن الفاضية واللي ممكن نستغلها للمزارعين، ناشدنا أيضا سعادة الوزير في أن يدعم المزارعين البحرينيين لأن هي المهنة الحقيقية الأصلية والأصيلة للبحريني في الأساس، ويجب أن لا تندثر. فهذا المشروع بقانون البحري الموجود عندنا اللي قاعدين حين بإذن الله راح نخلصه في جلسة اليوم، راح يكون دافع كبير للمنظمات الدولية لتسجيل السفن في مملكة البحرين ووضع علم بحريني عليه، وهذا شيء راح يكون مشرف لمملكة البحرين، بالإضافة إلى نشر توزيع البضائع سواء كانت في مملكة البحرين أو كتوزيع لوجستي ترانزيت عبور للدول المجاورة.